بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. بداية إن شاء الله تكونون كلكم بخير. بالنسبة لمحاضرة مختبر هذا الأسبوع، المختبر الأسبوع الماضي أخذنا بدائرتين صغيرة، وكانت كل واحدة من عندهم تمثل لان بحد ذاتها، لان صغيرة، وهذه اللان عبارة عن هاب وكم ديفايس مربوط بيها، وسويتش وكم ديفايس مربوط بيه، ودخلنا لهم اي بيات للأجهزة، ودخلنا اي بيات بالنسبة للديفايسز. وطبعا اكو شروط باختيار الاي بيات لاجل ان الدائرة انه تنجح، او عفوا الشبكة بشكل عام انه تنجح. هذا الموضوع راح نناقش ان شاء الله بالملزمة الخامسة اللي احنا بعدنا ما وصلنا لها. فموضوع مناقشة الاي بيات ان شاء الله بوقتها راح نناقشه. فبالنسبة للديفايس اللي مربوط ويا الهاب او السويتش اللي مربوط ويا هذول الديفايسز، بينا بهذه الدائرتين المنفصلة، بينا الفرق ما بين الهاب والسويتش. قلنا راح ناخذ رسالة رسالة، تعلمنا على ارسال الرساله بالبروجرس مالتها، انه قدامنا المرسل والمرسل اليه تقرير التسليم كيف يرجع، الهاب كيف يوزع الرساله، هل يا ترى يوصلها لكل البورتات ام عنده اعتماد على عنوانه وما يوصلها للبورتات. اكو شغله قلنا نخليها بعين الاعتبار، انه الهاب ما يرسل على اساس العنوان وانما يوزع على كل البورتات اللي على اطرافه، بينما الراوتر لا يرسل على عفوا السويتش يرسل على اساس العنوان. فعنده تيبل من العناوين راح يولده، يخلي لكل ديفايس عنوان معين وعلى اساسه يرسل له الرساله. بداية السويتش ما راح يعمل على أساس العنوان، لأن يحتاج إرسال أولي لأجل أن يربط الديفايس للشبكة وينطي عنوان. فيحتاج أول إرسال، أنه راح يعمم الرسالة، راح يشتغل وكأنما هو هاب فيوزعها لكل البورتات. وبعد الإرسال الأول راح من يوصل إلى فد يوصل الرسالة إلى ديفايس معين، راح ينطي لهذا الديفايس عنوانه. فذول الديفايسات راح ترتبط إلى السويتش، راح يكون عنده فد تيبل معين. هذا التيبل يشمل كل ديفايس و عنوان على عنوان أمامه، فيبدأ بإرسال المعلومة أو الرسالة أو المسج اللي واصلت له على أساس ذاك العنوان. فبالنسبة إن دائرة اليوم، الدائرة اللي سويناها اللي هي سويتش وهاب، راح ناخذ هالمرة سويتش وهاب بس راح نربطهم سوية، راح نربط الهاب والسويتش سوية من خلال هذا أوتوماتيك كونكشن. راح نربط الهاب والسويتش سوية، يعني هنا عندنا هذا الهاب وهذا السويتش يربطون سوية. طبعا احنا اتفقنا انه الهاب يتفعل لحظي بنفس اللحظة، بينما السويتش يحتاج لوقت حتى يتفعل البورتات مالته. فالديفايسز اللي ترتبط بالسويتش يحتاج وقت بين ما تتفعل البورتات مالته، لان اذا البورت باللون الاحمر معناها البورت ما مفعل مو اكتف، بينما البورت لما يكون باللون الاخضر راح يكون اكتف. طبعا يحتاج وفد فاصل زمني بين ما يفعل البورتات، فراحاني ابدي بتوصيل الديفايسز اللي تخص السويتش حتى يفعل بورتات. تلاحظوا انه البورت حاليا باللون البرتقالي، بعد شويه من يصير اخضر يعني معناها ان البورتات صارت كونكتد. ونختار ايضا ديفايسز ان ديفايسز، انا دا اختار بي سي ودا اختار لابتوب، واوصل ايضا باوتوماتيك كونكشن. بس الهاب تلاحظ انه اني اول ما اوصل البورت راح يكون مفعل باللون الاخضر، يعني هنا تمام. شوفوا السويتش هنا بدأ، وذول الاثنين صاروا اخضر، بقى بس هذا الثالث اللي بعد فترة راح يكون اب ويكون متفعل، يكون باللون الاخضر. بالنسبة للاي بيات اللي راح نوزعهم، راح طبعا السويتش بهذه الدائرة ما يحتاج الى برمجة. بعدين ان شاء الله راح نتعلم على تجارب معينه نحتاج بها الى برمجه في السويتش من خلال لغه برمجه معينه بالجي يو اي بالنسبه للراوتر. بالنسبه للسويتش نتعلم كيف ننطي كوماندات وعلى اساسها نبرمج الراوتر او نبرمج السويتش. طبعا حاليا بعد ما اكملنا ربط الدائره، هذا البورت هو راح يعني يتفعل باللون الاخضر بعد فتره فارق
زمني، فاحنا بس راح ندخل الاي بيات. الاي بيات راح ادخلها بهالترتيب، ما تعلمنا نروح الى كونفيجريشن فاست ايثرنت. الاي بيات راح اختارها 10 10 10 1 2 3 4 بالنسبه للاربع الاربع لابتوبات او اربع كمبيوتر سوري، وانقر على السبنت ماسك ومباشره راح يختار السبنت ماسك بالنسبه لللابتوب او بالنسبه للبي سي هذا. هسه حاليا البورت تفعل باللون الاخضر، اني ما ابذلت اي مجهود، هو يعني بعد فرق فتفرق بالوقت هو راح مباشره يفعله باللون الاخضر. هذا الجهاز الثاني دخلت له 10 10 10 2، الجهاز الثالث راح ادخل له 3 10 10 10 3، والجهاز الاخير الرابع راح ادخل له 10 10 10 4. طبعا هذا يدل على انهم نفس النتورك، يعني ممكن اغير الاي بيات ويكونون يرتبطون الى لان وحده، بس بنفس الوقت الرساله ما توصل. عله هذا الموضوع راح نتعرف عليها ان شاء الله بالمحاضرات القادمه اللي تخص موضوع الاي بيات. احنا حاليا انا راح ارسل رساله، وراح طبعا نفتح هذا السيميليشن بانل حتى نشوف ارسال الرساله. تلاحظ بالبدايه راح ارسل رساله للحاسبات اللي موجوده بداخل الهب وانطي بلاي. راح تلاحظ ان الرساله توصل للهب، والهب بدوره يوزعها لكل البورتات المنتميه اليه، فيوزعها حتى للبورت اللي يخص السويتش. فالرساله توصل للسويتش، السويتش بعده حاليا ما مسيف الادريسات مالت الحواسيب المربوطه اليه، فبالتالي هم يرسل لهم، بس الحاسبه راح يصير لها ديسكارد لانه ما تخص الرساله يصير لها ديسكارد لانه ما تخص ذول الحواسيب، هي تخص الحاسبه فقط اللي هذه اللي هي لابتوب 3 اللي هي هذه اللي انا دا اشر عليها، بس هي تنطي صح بتقرير التسليم، اما البقيه لا، فكلهم راح يكون عباره عن خطأ ما يستلمون الرسالة. فهذه بالبداية. طبعا هسه هالمرة يرجع يعيد تقرير التسليم، تقرير التسليم هم يوصله للسويتش، السويتش دي يسوي له ديسكارد. هالأمور هذه كلها بغض النظر عنها، احنا اللي يهمنا بس انه انا ادقق لك على هاي الفكرة. طبعا هي هذا شوف هنا الستيتس مالتها سكسسفول، ارسال الرسالة وصلت للمرسل المعني للمرسل اليه، وصلت تمام وصحيحه، بس حاليا السويتش بعد ما مسيب الادريسات اللي تخص اللابتوبات او الحواسيب مالته. اذا دخلنا السويتش بعمليه الارسال، يعني انا نقرت هنا ونقرت هنا وانطيت بلاي، راح نلاحظ حاليا السويتش راح يعرف هذا اللابتوب اللي نقرت عليه اللي هو هذا اللي انا دا اشر عليه الاول، الكمبيوتر الاول راح يدخله من ضمن التيبل، وبالتالي راح يكون عنده عنوان. هسه حاليا راح يرسلها للثنين، هذا راح يسوي الرساله ديسكارد، هذا راح يسوي الرساله استلام تمام، ويرجع تقرير تسليم وهكذا. حاليا بدا ينطي انطى ادريس لهذا الكمبيوتر، فهذا الكمبيوتر صار معروف لدى السويتش بادريس معين، اللي يشيك هذا الادريس يلا يوصل له الرساله. طبعا الستيتس مالت الرساله هي اوكي راح تكون سكسسفول. هسه تقرير التسليم يرجع يسلم تقرير التسليم، هذا الموضوع يعني مو مهم، ما دا ادقق عليه. شوف هالمره دز الرساله بس لهذا الكمبيوتر، لانه اساسا سيف على اساسه سيب له فد ادريس معين يخص الادريسات اللي يشتغل عليها السويتش اللي هي الماك ادريس. تلاحظ الرساله حاليا ان بروجريس، يعني بعدها ما زالت تنتقل تقارير التسليم، اما هنا فهي سكسسفول تمت عمليه الارسال. انا طدلت حتى يشيل كل هذه المسجات اللي طالعه حتى تركز وياي لما نعيد غير ارسال غير فقره يكون واضح. راح اخذ ارسال رساله هالمره وادخل الكمبيوتر الثاني من ضمن عمليه الارسال اللي هو هذا الكمبيوتر اللي بداخل السويتش، حتى اخلي السويتش يدخله من ضمن التيبل مالته وينطيه فد ادريس معين. راح تلاحظ الرساله وصلت للهب، الهب يوزعها لكل بورتاته فوصلها الى السويتش. السويتش حاليا يعرف الادريس مالت هذا الكمبيوتر، بس ما يعرف الادريس مال هذا الكمبيوتر. هذا انطاها ديسكارد، هذا استوى سيف له ادريس، استوى يلا سيف الادريس مالت هذا الكمبيوتر.
فتلاحظ حاليا ايضا راح يرجع تقرير التسليم وهالامور. من يرجع التقرير مالت الاستلام الى السويتش بانه هذا الكمبيوتر عرف انه رسالته استلمت بشكل صحيح، راح يوصلها فقط الى هذا الكمبيوتر اللي هو اللي دا اشر لك عليه. ليش؟ لانه حاليا السويتش سيف الادريسات لكل كمبيوتر مرتبط للشبكه. هو عنده كمبيوترات اثنين مرتبطين للشبكه، اثنيناتهم سيف لهم ادريسات. حاليا السويتش سيف الادريسات اللي تخص البي سيات او الكمبيوترات اللي مربوطه اثنيناتهم اليه. فحاليا من توصل رساله معينه يعرف يرسلها الى اي كمبيوتر، فناخذ الرساله ونرسل لا على التعيين من اي كمبيوتر الى كمبيوتر ينتمي للسويتش ونعطيها بلاي. راح تلاحظ حاليا السويتش الرساله الواصله اليه يوصلها فقط للكمبيوتر المعني بالارسال، انه اني اقصد اي كمبيوتر بالارسال، اقصد هذا الكمبيوتر. فاذا السويتش ايش راح يسوي؟ راح يرسل الرساله فقط الى هذا الكمبيوتر، هذا ما راح يدخل بعمليه الارسال، ما له كل علاقه. يعني السويتش حاليا بعد بالبداية وزع الكل البورتات حتى كل واحد ينطي ياخذ ادريس ويسيبه من ضمن التيبل اللي موجود عنده. بس بعد ما سيبه من ضمن التيبل اللي موجود عنده، خلاص بعد يعامل كل كمبيوتر بحسب الادريس مالته. طبعا هذا الادريس هو الماك ادريس، بس بالنسبة هالكلام ما ينطبق على الهاب. تلاحظ الهاب كل ما عنده عملية ارسال يوزع للكل، وكل ما عنده عملية استلام يستلمها يرجعها للكل. ف عندنا حاليا لو نسوي عملية ارسال بس على الكمبيوتر الثاني ايضا ونعطيها بلاي، حاليا السويتش راح الهاب استلم الرسالة راح يوزعها لكل بورتاته مثل ما تلاحظ، وراح يوصل نسخة من عندها الى السويتش. وصلت هذه النسخة للسويتش، السويتش حاليا طبعا هنا اول شيء بعض الاحيان تصير فد يعني فد ترتيب او فد مشكله فقط بالسيميوليشن. يعني انا لما انطيها ديليت وارجع اعيدها مره ثانيه، هو خلص هنا السويتش سيف الماك ادريس اللي يخص هذا الكمبيوتر. وصلت الرساله للسويتش والسويتش بدوره فقط ارسلها الى هذا الكمبيوتر. بعض الاحيان تصير فد مشكله وكانما التيبل مالت السيميوليشن هذا ما تم بشكل صحيح، فلذلك يوزع السويتش. والا هو لا، خلاص بعد ما سيب الرسائل اللي تخص كل الكمبيوترات اللي رابطهم السويتش رابطهم الى، فبعد ما يستلم السويتش رساله معينه ما يوزعها على كل الشبكه، وانما يرسلها فقط الى الكمبيوتر اللي يخص هذا الارسال. فتلاحظ هنا هذه سكسسفول العمليه وخلاص تمت بشكل صحيح. اذا نرسل داخل السويتش ما راح تبين لان عندنا بس اثنين، فاكيد العمليه راح تكون بشكل صحيح. بس من عندنا اكثر من عندنا اكثر من كمبيوتر داخل السويتش راح تبين اكثر، واللي هو هذا طبعا احنا ناقشناه بالتجربه السابقه. اوكي، طبعا اللي دا يصير وياي انه بس الارسال الاول اللي اخص بيه فتح حاسبه معينه تخص السويتش او خارج الهاب مثلا بداخل وكمبيوتر تنتمي للسويتش، كمبيوتر ينتمي سوري للسويتش، دا يصير شويه عندنا بيها مس ماتش. هذه يعني المفروض السبب مالته انه التيبل مالت الادريسز بعد حاليا السيميليشن ما مسيفه، والا هو فاني انطي ارسال والغيه وبعد ذلك ارسل مره ثانيه حتى يكون بشكل صحيح. فتلاحظ انه حاليا اذا ارسلت الى كمبيوتر ينتمي بداخل السويتش الارسال مالتنا ما راح يطلع خارج السويتش، يعني الرساله راح ترسل الى الكمبيوتر اللي ينتمي للسويتش. السويتش يفترض انه ما يوزع الرساله برا، يعني السويتش ما راح يرسلها للهب ولا يخلي الهب يوزعها، لان الرساله فقط تخص النتورك اللي تنتمي اليه. هو صار عنده ادريسات، يعرف الادريسات مالت الكمبيوترز اللي تنتمي الى شبكته، فبالتالي ما راح يوزع الرساله برا. هذا الفرق هنا راح يبين واضح وجلي ما بين الهاب وما بين السويتش. هذه التجربة تشبه إلى حد كبير التجربة اللي قبلها، التجربة اللي أخذناها، بس الفارق بيناتهم إن إحنا ربطناهم سوية الهاب والسويتش، ربطناهم سوية وبينا إنه آلية إرسال الرسالة. نلاحظ إنه السويتش بداية
يعامل الكمبيوترز وكأنما هو هاب، ما يعرفهم، ما منطيهم أدريسات، فينتظر فترة بين ما البورتات ينطيها أدريسات. فأول إرسال عادة يصير يشبه إرسال الهب، ما بيفت فرق، بس الإرسال الثاني لا، راح يكون مختلف، لأنه راح يعطي لكل حاسبة من عندهم أدريس معين اللي هو الماك أدريس، ويرسل ويستلم على أساسه. فبهذا نكون إنه إحنا تعرفنا بذني التجربتين، تعرفنا إنه أكو اختلاف ما بين الهب وما بين السويتش، والاختلاف الجوهري إنه السويتش يعتمد على أدريسات والهب ما يعتمد على كل أدريس. فبالتالي يوزع الرسالة الواصلة إلى على كل بورتاته، في حال إنه يمتلك السويتش مربوط إلى بورت من بورتاته، فبالتالي راح توصل الرسالة إلى السويتش. إذا كان السويتش أو السويتش أول إرسال، فهم راح يوزعها إلى بورتاته، يعني راح تتفرع الرسالة توصل إلى عدد أشخاص كثيرين. بينما في حال إذا دز الرسالة للسويتش والسويتش مسيف التيبل مالته، فراح يرسل الرساله فقط على اساس العنوانه اللي هي عنوان الماك ادريس. لهنا نقول بدنا التجربتين، بعد صار الاختلاف واضح وجلي ما بين الهب والسويتش، وهذا يبين لنا الاختلاف، هذا يعزز لنا الماده النظريه اللي اخذناها بالنسبه للاو اس اي موديل، اللي هو تناولنا به الفيزيكال لاير والداتا لينك لاير والنتورك لاير والى اخره، الى ان نصل الى الابلكيشن لاير. فبالداتا لينك لاير كنا نشرح عن الماك ادريس، فالماك ادريس بين اكثر لما اخذنا عنه تجربتين. بعد صار الموضوع يفترض كلش واضح بالنسبه بذول التجربتين بالنسبه للماك ادريس. ان شاء الله مستقبلا راح نبدي نشتغل على النتورك ادريس او الاي بي ادريس، او نشوف شنو تجارب ممكن ناخذهم بخصوص المواضيع. أمنياتي لكم بالموفقية، وأتمنى أنه هذه التجارب أكثر من مرة أكدت لازم تنفذها بإيدك، لأنه التجارب عادة بالامتحان ما تجي نصا نفس التجربة اللي رابطتها أنا ولا تربطها أنت وراي، إذا أنت فاهمها تجي تجربة مقاربة أو مشابهة، بس تحتاج إلى بعض الأحيان إلى تمرس أنه أنت أكثر من مرة رابط حتى ما يصير لا سمح الله عندك خطأ أو خلل بالامتحان. أمنياتي لكم بالموفقية وشكراً.